الحمد لله بجميع المحامد وأكملها على نعمه التي لا تحصى ظاهرها وباطنها. الحمد لله حمدا يليق بجماله وكماله. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد بن عبد الله البشير النذير والسراج المنير والرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه ومن سار على دربه واقتفى سنته والتزم أوامره، واحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احمي هذه البلاد وبلاد المسلمين أجمعين من شر البلايا والأوبئة والفتن يا رب العالمين. آمين آمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم وفقنا أن نكون من عبادك الفائزين. أيها الأحبة في الله، لا يخفى عليكم الهلع والخوف الذي يحيط بالعالم أجمعه من جراء فيروس لا يرى بالعين المجردة. لقد خطبنا في مرات سابقة عن ضعف الإنسان. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة أيها الأحبة يظهر فقر الإنسان وضعفه وعجزه وحاجته إلى الله تبارك وتعالى. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة أغلق الحدود بين الأمم وعزل الناس وفرق بين الأحبة، ويحصل صباح مساء أناسا وينتقل من مكان آخر بدون طائرات، ويهجم على البشر بدون مقدمات. كل هذا يظهر عجز الإنسان وضعفه أيها الأحبة. لذلك ينبغي على المسلم دائما أن يكون مع الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن كانت هذه الأوبئة بفعل فاعل أو أنها أمور مقدرة من الله تبارك وتعالى، فإن كلا الأمرين أيها الأحبة مصيبة عظيمة ألمت بالبشر.
قد سمعنا أنه أوقفت أبواب العمرة إلى وقت غير محدد، وفي أماكن أخرى ألغيت صلاة الجماعة لأوقات غير محددة والجمع، في أماكن أخرى أيها الأحباء نفذت كل وسائل حماية، كل هذا الهلع. في أماكن أخرى الناس تأخذ كل الطعام والشراب ويلتزمون بيوتهم، وفي أماكن أخرى منعت المدارس. كل هذا إن كان بفعل فاعل لأمور مادية أو لأمور سياسية أو أنها أمور مقدرة من الله تبارك وتعالى، فهو بلاء نزل في هذه البشرية، نسأل الله السلام. والله تبارك وتعالى قد قال أيها الأحبة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ترون أحوال العباد من فجور ومن مصائب ومن إراقة دماء ومن ابتلاءات تنزل آخرها في الهند، ومن الجشع ومن الطمع. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما من مصيبة تنزل أيها الأحبة ومن ملاء ينزل إلا بسبب ذنوب العباد. فأعمال العباد سبب في المهمات وفي المصائب، وسبب في رفع البركة، وسبب في سلب الخيرية من الواقع الذي يعيشه الناس، لذلك ليذيقهم بعض الذي عملوا. وهذا من أيديهم ومما عمل بدأ عندهم ثم بدأ ينتشر للعالم، لأن العالم يسكت أيها الأحبة عن الجرائم الفظيعة التي تنزل بالعباد في مشارق الأرض وفي مغاربها. أتظنون أن الله تبارك وتعالى غافل عما يعمل الظالمون؟ كلا وحاش لله، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهذا مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أتظنون آهات الثكالى تذهب سدى؟ أتظنون آهات الأطفال واليتامى تذهب سدى؟ لقد عزل البشر، ملايين الناس عزلت وأغلقت مطارات لعدو لا يرى. لذلك أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، كل الإمكانيات المادية وكل الإمكانيات العسكرية وكل الإمكانيات العلمية تقف عاجزة أمام عدو لا يرى بالعين المجرد. لذلك تبارك الله رب العالمين ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمصائب إنما تنزل بالعباد، المؤمن يأخذها ويراجع حساباته مع الله ويجر إلى الله ولا يركن إلى الدنيا ويحذر الآخرة ويتضرع إلى الله. وقد أشار إلى ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث كان يدعو إلى ما نزلت الأوبئة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم صباح كل يوم ومساء كل يوم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين وآية الكرسي وقل هو الله أحد، مستعيذاً بالله من شر الأوبئة، من الجذام ومن البرص ومن سيء الأسقام. كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم صباح مساء أيها الأحبة، ليعلمنا عليه الصلاة والسلام الخضوع والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك في مثل هذه الأوقات ينبغي أن نتضرع إلى الله، كل واحد منا يحصن نفسه أيها الأحبة. وكلنا يعلم أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن على يقين أنه لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى بنفسها إلا بأمر الله وإلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك كان يحذرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. يا
يعني إذا كان نزل وباء طاعون كورونا أي مرض نزل في مكان ينبغي على المسلم أن يتجنب هذا المكان، حتى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا دخل الطاعون في بلد أن لا يخرج منها المقيمين، لا يخرج منها والخارجين لا يدخلوا إليها، يعني ما يسمى الآن بالحجر الصحي منعا لانتشار هذه الأوبئة وهذه الأمراض. وأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يمر مريض على صحيح، وهذه كله من الأخذ بالأسباب. إذن أولا عدم الهلع والخوف الذي نراه أمام عيوننا من شدة الخوف في الناس، نحن على يقين أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وأن الموت حق، ولكن نحرص كل الحرص على أن نحضر أنفسنا دائما. فمن لم يمت بالطاعون، ومن لم يمت بالأوبئة، ومن لم يمت بانفجار، فإن ملك الموت ينتظر يموت وهو على فراشه. لذلك المسلم ينبغي أن لا يركن إلى الدنيا، وأن يحرص دائما على أن يستغل هذا الوقت ويستفيد منه قبل أن ينال فيه بالرحيل، لأن الرحيل في أي وقت ممكن ينادى عليك بالرحيل، بطاعون بغير طاعون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأمن له ما هو كتب على بني آدم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا ما في داعي لكل هذا الهلع والخوف، ولكن المؤمن يأخذ بالأسباب، يأخذ بأسباب السلامة التي يشار إليها. وطبعا الآن هناك الكمامات نفذت، يعني صار النقاب واجب، كان بالأول سنة أصبح واجب على المسلم وغير المسلم، على المسلم وغير المسلم، كل الناس صار واجب. كان المصافحة فيها شيء من الشبهة، هذا يصافح الآن، ما بقى أحد يسلم أحد، الآن أصبحوا يسلمون بأرجلهم، وإذا واحد سعد سعنا سعال لا شعوريا فكل الناس تنظر إليه وكأن ملك الموت بجواره، سبحان مغير الأحوال. خوف الناس أيها الأحبة، وقد رأينا عبر وسائل الإعلام من الفيديوهات والصور من يشك أنه فيه مرض يؤخذ والعياذ بالله من البهائم ويضرب بمخدر ويسحب، وتجد الناس كيف يفرقون بين الأم ووليدها وبين الرجل وزوجته. يا الله، ما الذي يحصل؟ ما الذي جرى؟ هذا بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لذلك أيها الأحباء، الله تبارك وتعالى في كثير من المواطن يؤكد أنه بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس، والله عز وجل عالم بعباده. إذن علينا معاشر الأحبة دائما، وهذه طبعا من الضرورات، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح وفي كل مساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها مصبحا أو ممسيا لم تصبه فاقة، يعني بإذن الله الله عز وجل يحمي ويكثر من الأدعية ومن الأذكار، وكذلك الأخذ بالأسباب كما أشرنا. الواحد يعتزل، يحاول أن يبتعد عن المواطن اللي فيها أي أمراض، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم كل الأمراض يا رب العالمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني العباد الآن اللي عم يصير والله يا أخوان يعني يشيب له رؤوس الولدان. لذلك الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل الظالمون، يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كل هذه إشارات تحذيرية، المؤمن يأخذها بعين الاعتبار ويراجع نفسه، وغير المؤمن يقف كذلك مدهوشا ضعيفا عاجزا لعلهم يرجعون عن غيهم وعن ظلمهم. أيها الأحبة، إذا عدد من النقاط التي أشرنا إليها، منها مراعاة أسباب السلامة، بالأضافة إلى ذلك الحاج الواحد يمتنع دائما عن الأماكن العامة، والإقبال على الله، ونحن الآن في زمن الإقبال على الله، نحن الآن في شهر رجب، يعني الآن فرصة ذهبية لكل واحد أيها الأحبة منا، من أعطاه الله أنفاسا، من وهبه الله عمرا. الآن شهر رجب هو شهر الزرع، وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معظمة عند الله تبارك وتعالى،
فينبغي علينا أن نعظم ما عظم الله عز ما عظم الله عز وجل. الله عز وجل عظم الأشهر الحرم فلنعظم ما عظم الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم. هذه الأشهر محرمة ومعظمة عند الله تبارك وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنعظم هذه الأشهر. قال: هي معظمة أيها الأحبة، تتضاعف فيها الأجور وتتضاعف فيها الوزر والذنوب. لذلك إذا كان قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر واحد إخواننا الذي نقبل على الله، شايفين العالم حوالينا يعني ما بيعرف أي ساعة الواحد يسقط، مثل ما هو شايفين يعني هو الموت حق، ولكن الآن في دواعي للموت، فالإنسان يقبل على الله عز وجل، ونحن في زمن الإقبال على الله، فنكثر من الصلاة، نكثر من الفرائض، نكثر من الصيام، لأن الأشهر الحرم يستحب فيها الصوم، ورجب من الأشهر الحرم، ونحرص أيها الأحبة على مضاعفة الأعمال وعلى ترك الذنوب. لا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وعلى ما يظلم نفسه بالذنوب والأثام والأوزار، وأن يتقي كل واحد منا ربه في الحقوق أيها الأحبة، حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الجوار وصلة الرحم. يتقي الله الواحد منا أيها الأحبة، لأنه يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ من المفلس؟ المفلس ما معه لا مال، كما قال الصحابة: من لا مال له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وعنده أعمال كثيرة كالجبال البيض، جبال من الأعمال الخير، ولكن شتم هذا، اغتاب هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، يضرب، ببلش يأخذ من حسناته حتى تنفد، ثم يؤخذ من أوزارهم ومن ذنوبهم فتوضع عليه، ثم يلقى في النار والعياذ بالله. هذا المفلس يا إخوان، ونعوذ بالله أن نكون من المفلسين. لذلك ينبغي علينا أن نقبل في هذه الأيام المباركة على الله عز وجل، وأن نسارع، والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا زمن المسارعة والمتخلفين والمتقاعسين والكسالى، هؤلاء الأحبة لا يلوموا إلا أنفسهم. الله عز وجل يقول كما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالمتخلفون والكسالى واللي ما عندهم همة واللي ما عندهم حرص على أن يستفيدوا من أوقاتهم وأعمالهم، هؤلاء لا بواكي لهم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. بلش يندب على راسه، بلش يشتم بنفسه: يا ليتني قدمت لحياتي. ولكن ما ينفع الندم ولا ينفع البكاء ولا ينفع العويل، هذه فرصة يا أحبة، فرصة ذهبية. والله كان بيننا في هذا المجلس من سنوات طويلة إخوة لنا نحبهم ويحبوننا، هم الآن تحت الأرض، وكثيرون سقطوا وأوراق تتساقط يوما بعد يوم، وسيأتي يوم ربما بعد 50 عام أو 100 عام لن يبقى من هذا المجلس أحد، ولكن ستبقى الأعمال الصالحة المتقربة إلى الله عز وجل، وستبقى الآثار الطيبة، وسيبقى الذكر الحسن. لذلك هي أيام مباركة في ظل ظروف صعبة وأوبئة منتشرة وموت يجتاح العالم، يتقرب العبد إلى الله. فيا ربنا نسألك أن تعيننا على ما فيه خير ديننا ودنيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى الكريم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Liebe Geschwister, eine kurze Zusammenfassung des heutigen Predigt. Wir hatten vor mehreren Wochen ein Thema angesprochen über das, was in den letzten Jahren immer und immer wieder die Welt betrifft. Trifft an Epidemien, an Mangel an Regen und an Wasser, an vielen Sachen. Und wir haben gesagt, das ist der Zeit, wo wir Allah subhanahu wa ta'ala und seine Mächtigkeit erkennen können. Und wenn wir uns in der medialen Welt uns jetzt bewegen, werden wir kein anderes Thema hören als dieses kleine Virus, was die Welt in Atem hält. Es gibt kein Erd, also wenn man die Karte sich anguckt, fast die ganze Welt ist betroffen. Grenzen wurden dicht gemacht, Familien wurden auseinander getrennt. Die Angst, die die Menschheit momentan hat, haben wir noch nie gesehen. Und das ist etwas, was uns Allah subhanahu wa ta'ala nie abbringt. In der Zeit, wo die Menschen alle voneinander fliehen, sollten wir Zuflucht zu Allah subhanahu wa ta'ala suchen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und das ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala uns auch in seinem heiligen Buch gesagt hat. Im Koran steht ungefähr, Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen, wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben, damit er, subhanahu wa ta'ala, sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Und wenn wir uns umgucken, und seit heute Morgen, also vor Wochen haben wir gesagt, das Ganze ist weit weg von uns. Jetzt ist es in Hamburg. Und die Angst, die herrscht, ist groß. In manchen Ländern sind die Grenzen dicht gemacht. In anderen Ländern sind die Supermärkte alle leer gekauft. Selbst hier, wenn man eine Atemschutzmaske kaufen möchte, kriegt ihr nicht. Die Preise sind so hoch in die Luft gegangen, dass keiner sich das bezahlen kann. Aber das ist die Zeit für uns Muslime, liebe Geschwister, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Allah sagt auf dessen, was die Menschen, die Hände der Menschen getan haben. Und wenn wir uns in die Welt umgucken, wie viel Unheil, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Kriege durch die menschliche Hand stattfinden, dann können wir nur das als Lehre für uns ziehen, auf eine Warnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir allesamt zu ihm zurückkehren. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte, immer jeden Morgen Bittgebete zu Allah subhanahu wa ta'ala zu schicken, indem er sie selbst vor Unheil schützte, vor irgendwelchen Krankheiten. Und das sollten wir, diese Hadithe sollten wir verinnerlichen, in unserem Alltag immer wieder wiederholen. Denn er sallallahu alaihi wa sallam hatte den Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Haben wir auch. Aber da müssen wir was dafür tun. Wir müssen auf Allah subhanahu wa ta'ala zugehen. Das ist die Zeit, wo wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt es in vielen Versen im Koran, die spricht dieses Thema, dass der Unheil durch die Menschenhand oder alles, was uns trifft, ist unsere Schuld. Und da müssen wir, oder da sind wir am Zuge, dass wir unseren Zustand ändern, dass wir die Situation in unserer Welt ändern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit wir denen von das kosten lassen, was sie getan haben, was die Menschheit selbst getan hat, selbst eingerichtet hat, selbst den anderen Menschen hinzugefügt hat. Und momentan, es gab Sachen, wo früher mal, wenn wir uns die Hand nicht geben wollten, hieß es, ihr seid irgendwie extrem. Jetzt gibt keiner die Hand. Früher, wenn eine Schwester ein Kopftuch oder einen Niqab getragen hat, war es extrem. Jetzt trägt jeder einen Mundschutz. Alleine aus der Angst, die in uns herrscht und die in der Menschheit herrscht. Und das ist der Zeit, liebe Geschwister, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Das ist nicht die Zeit, in Panik zu verfallen. Und nicht die Zeit, zu denken, dass die Welt runtergeht. Dann ist Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige. Er ist in der Lage, das aufzuheben. Er ist der Allmächtige. Aber wir müssen zu ihm kehren, zurückkehren. Wir müssen dann darum bitten. Wir müssen die Zeit nutzen. Und wir sind in einem heiligen Monat.
Wir sind in dem Monat Rajab. Es ist ein heiliger Monat. Ein Monat, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem heiligen Buch für Monat ausgesprochen hat. Im Koran heißt es sinngemäß, die Anzahl der Monate bei Allah sind 12, von denen sind 4 heilig. 4 heilig heißt, dass in diesem Monat und in den heiligen Monaten die guten Taten vermehrt werden, aber auch die schlechten. Und das ist die Gelegenheit, liebe Geschwister, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzufinden, das Buch Allah subhanahu wa ta'ala wieder aufzuschlagen, hineinzulesen, in unseren Alltag zu implementieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, eilt, Sadio, und eilt zum guten Taten, zum Gebet, zum Fasten. Und das ist die Zeit, wo wir uns beeilen sollen, Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden, damit wir unseren Obhut, seinen Schutz kommen. Und der Tod ist uns für uns jeder vorgeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, den Tod, von dem ihr flieht, eilt euch entgegen. Also von daher sollen wir wissen, dass wir sterben. Aber wir mussten, wenn wir sterben, auch mit guten Taten vor Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag stehen können. Und das ist die Zeit, der Monat Rajab ist die Zeit, guten Taten vorauszuschicken. Spenden, Fasten, freiwillige Mitgebete. Und nicht, dass wir zu denen gehören, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages, wo er mit seinem Weggefährten saß und beschrieben hat, er fragte seinen Weggefährten, was glaubt, wer ist der in meiner Umma, in meiner Nation, in den Muslimen, derjenige, der pleite ist, bankrott ist. Und die Sahaba sagten, das ist derjenige, der weder Geld noch Vermögen hat. Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wa sallam, der pleite von meiner Umma ist derjenige, der am jüngsten Tag mit vielen Taten vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. Er hat gefastet, gespendet, die Pilgerfahrt gemacht, er war großzügig, aber er hat den beschimpft, den beklaut, den von seinem Recht abgenommen. Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala von seinen Taten wegnehmen und alles den anderen geben, bis dass er pleite ist, bankrott ist. Und das ist die Zeit, liebe Geschwister, dass wir unsere Taten vermehren. Das ist die Zeit, wo wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Das ist der Monat des Saates. Jetzt ist die Zeit, wo wir pflanzen können, dass wir inshallah eine gute Ernte in Ramadan bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen, unsere Kinder schützen, unsere Frauen schützen, alle rechtleiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt in den Firdaus ta'ala mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versammeln. Amin wa barakallahu fikum wa jazakumullah khair. الحمد لله وكفى وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن وفى. أما بعد أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نكثر التضرع إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والحرص على الصدقات والحرص على الوضوء تقربا إلى الله عز وجل وحماية سبحان الله. الوضوء له فاعلية كبيرة، يعني الآن أصبح ملزمين بغسيل الأيدي صباح ومساء، الحمد لله نغسل 5 مرات في اليوم، هذه كلها من الإشارات الإيجابية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم الأسقام والأوبئة، وأن يحفظنا وإياكم من شر الأمراض، وأن يصرف عنا السوء ومن شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عنا شر الأسقام والأوبئة والغلاء يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المشردين في إذنك. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم خذ بأيديهم ووفقهم لما تحب وترضى إنك أنت السميع العليم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم إنا نسألك أن تكفينا ما أهمنا وما أغمنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم كن إخواني المستضعفين في كل بلد يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم كن للضعفاء والمساكين والمشردين والمبتلين والمسجونين في سبيلي، فرج هموم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، وغير أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم لقاك. بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا بفضلك الكريم رمضان.
آمين وصلي على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر.